خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وشاب مصري اسمه كريم فريد احتفلت بيه شركة أبل العالمية. وكريم عمل صورة كده، صورة دقيقة الحقيقة ويعني صعبة شوية على حد عادي. أعتقد أنه هو يعني هو بروفيشنال في الموضوع ده، مش يعني أول مرة يصور ولا حاجة. يعني هنعرف من كريم من التفاصيل. خلينا نسمع منه وصورة بنعرضها لحضراتكم دلوقتي. كريم فريد مساء الخير عليك، وإيه اللي حصل؟ ايه كواليس الصورة وايه التكنولوجيا اللي انت استخدمتها؟ هل ده تليفون عادي انت استخدمته عشان تصور الصورة دي؟ اصل الصورة شكلها دقيق شوية على انها تبقى بتليفون. ايوه، هي بتليفون بتاع ابل ايفون 13 برو. الكواليس تشرح بقى لنا وكده. ازاي تصور الصورة زي دي بتليفون؟ عشان كلنا معانا تليفونات بس ما بنعرفش نصور حلو كده يا كريم. ما هو برضو مش اي حد الصراحة. يعني انت اصلا الصور عن التصوير والصور هواية ولا أنت دارس الموضوع ولا إيه؟ فهمت؟ لا، أنا التصوير عندي هواية من 2016. أنا كنت جايب الموبايل ده وكنت عاوز أجرب الأوبشن الجديد بتاعهم اللي هو الزومي جامد اللي هو قريب أوي. فصورتها وكده وبعدين نزلتها. وإيه اللي حصل بعد ما نزلتها بقى؟ إزاي وصلت لشركة أبل إنها تحتفل بيك وإيه اللي حصل؟ هم عاملين هاشتاج بتاعهم يعني اسمه شوتون ايفون للناس اللي معاها ايفون يستخدموه عشان يعني يبقى كل متجمعه في هاشتاج واحد على انستجرام وكده. بعدها بمده لقيت ايميل من شركه ابل داخل يكلمني وكده. كنت فاكر بيك في الاول اساسا، يعني اكيد ده مش حقيقي، ده هاكر اكيد. اللي هو دي مش مش هم اللي بيبعتوا لي. بالظبط. لقيت اللي بيبعت لي مصمم قوي ياخد الصور وكده، فقلت خلاص انا مش خسران حاجه يعني، اتاكدت ان هم دول بجد. فلما بعت لهم بعدها باسبوعين تقريبا جالي منشن من شركه ابل على انستجرام وحاطين الاهليه لوكيشن وكده، فاعتقد ده اللي عمل الضجه يعني. انت حسيت بايه اول ما حصل انه عاملين لك منشن، ابل عاملين لك منشن على انستجرام؟ اندهشت شويه بصراحه وما كنتش مصدق، بس يعني كنت عامل حسابي. لا، وشكلك واثق من نفسك برضو يا كريم. الحمد لله. طيب التفاعل على السوشيال ميديا من الناس كان عامل ازاي؟ والله كان في ايجابي وسلبي، بس الحمد لله الايجابي كان اكتر بكتير بمراحل، يعني اكتر مما توقعت. الناس كانت بتسالك عن ايه؟ ازاي بتصور كده؟ اشمعنى الصوره دي؟ ايه الاسئله اللي الناس كانت بتوجهها لك؟ والله طبعا كان في دعم كتير من الناس الحمد لله، بس اكتر اسئله كانت جات لي اللي هو انت خدت كام من ابل وكده. انا كنت لسه اسالك نفس السؤال يا كريم، ايه الجائزه اللي ابل بتقدمها؟ والله ما خدت حاجه يا جماعه. يعني ما فيش تليفون كده، ما فيش لابتوب من ابل؟ بعتوا لي كرتونه بقى فيها الحاجات دي كلها. طب كويس قوي، انا اللي بعتها لك. لا انا بهزر. لا يا كريم، احنا مبسوطين بيك ومبسوطين بموهبتك، واستمر وان شاء الله توصلك كل الحاجات اللي انت عايزها وتوصل لكل احلامك. كريم فريد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.